بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن احصل على ربح يومي يدفع لك بشكل تلقائي عندما تصل إلى الحد الأدنى للدفع مع أصدق موقع وأفخم موقع وأكبر موقع للتعدين العالمي جينسنس ماينينج. طبعا هذا الموقع كنت قد شرحته وسوف أضع لكم روابط الشرح إن شاء الله أسفل الفيديو. طبعا الموقع يدفع لك عندما تصل إلى الحد الأدنى بشكل يومي، والحد الأدنى هو عبارة عن 0.0015 بيتكوين. إذا حصلت عليه في اليوم فسوف يتم دفعه لك بشكل يومي، وإذا حصلت على أكبر من هذا العدد اللي هو 0.0015 بيتكوين فبكل تأكيد سوف يدفعهم لك ويرسلهم لك بشكل تلقائي. طبعا أفضل العقود هي عقود البيتكوين، تعدين البيتكوين. لماذا؟ لأنها عقود مدى الحياة وسعر 1 تيراهاش 150 دولار، بعكس بقية العقود فمدتها فقط سنتين فقط. أما عقود البيتكوين فهي مدى الحياة، تشتريها مرة واحدة فقط. بقية العقود مدتها سنتين وتنتهي. إذا أردت أن تعدم فيها مرة أخرى فيجب عليك أن تقوم بشرائها مرة أخرى. وأفضل أن تبدأ بتعدين البيتكوين تشتري 15 تيراهاش يعني، أو على الأقل تشتري كم 10 تيراهاش، وإذا ليس لديك مبلغ كافي تشتري على الأقل 5 تيراهاش كحد أدنى لكي تربح بشكل يومي. وهناك طبعا يأخذون عليك بشكل يومي مصاريف صيانة، وهناك صعوبة التعدين، فصعوبة التعدين كل يوم ترتفع صعوبة التعدين. الصعوبة التعدين من أي ناتجة؟ تنتج عن كثرة المعدنين في مثلا البيتكوين، في اللايتكوين، في المونيرو. ليس كثرة المعدنين في الموقع، لا، بل كثرة المعدنين للبيتكوين بشكل عام أينما كانوا. فهذه العملية ترفع من صعوبة التعدين. وهناك كما ذكرت لكم كلما طبعا ارتفعت صعوبة التعدين كلما قل الربح، وهناك رسوم يأخذونها. فحتى تغطي الرسوم التي يأخذونها وتحصل على أرباح يومية يجب عليك أن تطور عقدك. يعني إذا شريت في البيتكوين فيجب عليك كلما نزلت عقود البيتكوين تقوم بالشراء فيها على الأقل 1 تيراهاش بسعر 150 دولار. وإذا استخدمت كود الخصم فسوف تشتري العقد ب 145 دولار. طيب، لذلك يجب أن تكون مستمر في تطوير العقد، لأنه إذا كان عقدك لا يغطي تكاليف الصيانة فسوف ينتظرون عليك فترة زمنية معينة، نسيتها بالضبط كم. بعد انتهاء هذه الفترة الزمنية إذا لم يتم الإصلاح فسوف يتم إلغاء عقدك بشكل كلي ونهائي. طبعا هذا أصدق موقع وأضمن موقع وأوثق موقع يدفع للجميع بشكل يومي، وهذا الموقع يحتوي حتى هذه اللحظة على 1,000,000 معدن، على 1,000,000 مستخدم لهذا الموقع، على 1,000,000 شخص يستخدم عقود هذا الموقع. أتمنى أن تبادروا بالتسجيل في هذا الموقع. طبعا راجعوا الفيديوهات التي قبل هذا الفيديو وهو شرح هذا الموقع وما إلى ذلك من بقية الفيديوهات التي تخص هذا الموقع.
كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو ووضع تعليق على هذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم. وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.